الاتجاهات السياسيه الموجوده في المشاركه في مظاهره اليوم. حركه التبريد هي اللي كانت داعيه للتصافره دي والمسيره دي. بس انا ما اعرفش ايه الحركات ساعتك اللي حصل. انا شاهد عيان عن واقع ميدان التحرير. ميدان التحرير واحنا هناك النهارده قلنا كلنا الميدان ايد واحده، وجينا كلنا مطالبنا بمطلب واحد، قضاء على الفساد، قضاء على المشير المتواطئ مع حسني مبارك، تطهير القضاء من الفساد، تطهير البلد من الفساد. وقلنا طالعين مسيره للمجلس العسكري كله، طلعت من الساعه 8 من ميدان التحرير، ميدان التحرير كله بجميع حركاته، شباب 6 ابريل، شباب 6 ابريل، الاحزاب كلها اللي موجوده، وحدنا مطالبنا في الميدان، وقلنا هنطلع من ميدان التحرير في مسيره للمجلس العسكري في الوزراء. واخدنا المسيره من هناك لهنا، لقينا هنا قافلين الطريق. مين اللي قافل الطريق؟ الجيش. جينا لقينا جيش، شرطه عسكريه جايه واقفه، وقفتنا سعادتك، ولقينا طلق نار، ولقينا طلق نار في الهواء، لقينا طلق نار في الهواء جاي علينا. هو السؤال دلوقتي والناس الكبيره سعادتك، مين اللي عرف وادى اوردر للامن المركزي ينزل تاني، ولا هو المساله لعبه؟ الامن المركزي نزل من شويه. الامن المركزي السؤال بعد اذنك، هي لعبه بتلعب معانا؟ ايه اللي حصل؟ الامن المركزي بس افهم، شفنا ثلاث عربيات امن مركزي جايين علينا، هي لعبه بتلعب معانا؟ عارفين ان عربيات المركزي بنكرهها بنجري عليها فيدبونا هما؟ ايه القضيه؟ هي احنا بنلعب مع مين بالظبط؟ بنلعب مع واحد نص مزدوج؟ هي موقعها حربيه شات المشير طنطاوي؟ لا مش موقعها حربيه شات المشير. لقينا اربع عربيات امن مركزي، لقينا اربع عربيات امن مركزي لسه جايين من هنا دلوقتي، وعايزين يضربوا نار علينا هم والجيش، واحنا في النص. احنا دلوقتي بنقول للمشير طنطاوي يا ريت يا ريت يا ريت تسرع بالمحاكمات عشان الشارع المسيره اصلا نازله زي الفاضل يمشي ترك المجلس العام. الشعب المصري دلوقتي في ميدان التحرير في حاله غليان، اهالي الشهداء مش ساكتين، اهالي الشهداء بتقول القصاص، اهالي الشهداء بتقول القصاص، ما بتقولش حاجه تاني. لو المشير فعلا عايز البلد تعدل هيسرع في المحاكمات، مش هتواطي مع حسن